بس انا الاول عايز اخد رايكم في حاجه كده، يعني احنا من نسختين فاتوا الاهلي قابل بايرن ميونخ، مباراه يمكن ما كانتش على قد طموح جماهير النادي الاهلي الدفاعية. كانت جيم مقفول، كان متحفظين قوي، كنا شايفين احنا ممكن نقدم اكتر من كده، وكان ليها صدى وردود افعال. وبعد نسختين بنقابل برضو بطل اوروبا مره ثانيه، بس المره دي ريال مدريد، ولكن انا حاسس انه في فرق كبير جدا في ردود الافعال وازاي العالم باصص على الاهلي وشايف الاهلي في البطوله دي. طبعا طبعا النادي الاهلي بدايته مع كاس العالم للانديه احنا بنتكلم في 18 سنه. أيوة. كانت اول ظهور للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه 2005. ووقتها احنا يعني لو حضرتك تفتكر كان كله بيقول ان الجيل ده هيروح ياخد كاس العالم للانديه. فوجئنا بهزيمه قصاد اتحاد جده، ثم كمان الهزيمه في مباراه الخامس والسادس. فهنا الليفل اللي انت بتلعب فيه ده في كاس العالم للانديه اكيد الاجواء مختلفه كليا عن اجواء الدوري وحتى اجواء دوري ابطال افريقيا، لانه حتى منتخب مصر احنا كنا بنقول ما بنروحش ليه كاس عالم، ولما رحنا اتفاجئنا ان احنا مش ظاهرين بالشكل الامثل. ليه؟ لان احنا دايما ما بنظهرش في الاحداث الكبيره دي. فتتابع ظهور النادي الاهلي في كاس العالم للانديه مره ورا الثانيه ورا الثالثه، خلاص اللعيبه بقت عندها ثقه، بقى الطبيعي النهارده ان النادي الاهلي يكون موجود في نص النهائي، الطبيعي ان الاهلي يكون موجود. وبدايتك مع الفرق امريكا اللاتينيه برضو ما كانش افضل حال، ولكن لما واجهت بالميراس الوضع اختلف، بدات تاخد الثقه. بدايه ظهورك بقى مع الفرق الاوروبيه مع بايرن ميونخ، والحظ العسر بقى ان انت بتقابل واحده من افضل النسخ لفريق في التاريخ اصلا، يعني فرقه النسخه بايرن ميونخ دي بايرن بيكسب على برشلونه 8، دي النسخه اللي شايله البارسا 8 بالظبط، وتشيلسي 7 وكاتالوني شكلها انا بفاري شويه قالها اول حلقه. بس بايرن انا من الفرق المدارس الكرويه طبعًا اللي بحترمها جدا جدا جدا. لما بتعمل فرقه بتعمل فرقه مدرسه لا واجيال ورا اجيال، ومش من الناس اللي هي بتصرف كتير، يعني مش زي بي اس جي مثلا، مين يا جماعه اهم نجوم العالم وحاسهم وتعالى، لا دي ناس بتشتغل وشايفه وبتعرف تجيب المواهب وبتعرف تعمل فريق بينافسوا بيه دايما على القاب اوروبا، ورفض يضموا مثلا كريستيانو رونالدو لانه مش مناسب مع سياسه الصفقات الخاصه بالنادي البافاري. ما فكرش في ميسي، ما فكرش في نيمار، ما فكرش في امبابي، لا ما بيعتمدش على المدرسه دي، فعشان كده بقول مدرسه محترمه. صحيح. وقتها النادي الاهلي اصاب بايرن ميونخ، احصائيات المباراه اظهرت النادي الاهلي ما كانش بالند القوي لبايرن ميونخ. يعني لو دلوقتي مثلا عرضنا على شاشه صحيفه بيلد الالمانيه بعد المباراه اتكلمت ازاي على النادي الاهلي وازاي انه بايرن ميونخ ما واجهش اي صعوبه قصاد النادي الاهلي. هنا معانا الشاشه هنا، يعني لو تلاحظ كده الالوان الصغير اللي فوق اللي يقول لك ايه دومينانت ابيرنس اجينز ايجيبشن سيريز تشامبيون الاهلي، يعني سيطره كامله وظهور في سيطره لفريق بايرن ميونخ امام النادي الاهلي. لو هتلاقي برضو الصوره اللي بعدها، بص السطر الثاني بيقول لك ايه هاولت التروبل ميونخ هاد، يعني بيقول لك انه ما كانش في اي معاناه للفريق، وشرحوا بعدها الاحصائيات 24 كوره على المرمى لنادي بايرن ميونخ قصاد 5 كور بس من النادي الاهلي، نسبه 68% كمان، حتى الفوز بالكرات المشتركه 63% بالنسبه للنادي البافاري. فبيقول لك ان المباراه كانت سهله جدا على النادي البافاري، مقاوم انه ياخد اللقب السادس، يعني ما بالظبط هم كاتبين يعني 1 year after اللقب السادس في سنه واحده، يعني بالظبط كان وقتها كان نادي بايرن ميونخ كان خد 5 القاب، فكان دي كانت السداسيه بالنسبه لنادي بايرن ميونخ. لو جينا كمان للصوره اللي بعدها بيقول لك برده نفس الكلام، بايرن دومينيتد اجينست الاهلي، وبيقول لك ان هو باتريك يوز ان ذا سكند راوند، وهنا جايب المعلق بتاع بيلد مارسل ريف كان بيقول لك اتس تو ستاتيك، بيتكلم على ازاي ان التراجع في الشوط الثاني، بيقول لك ذا جاست ستاند راوند، يعني لعيبه بايرن ميونخ كانت واقفه، يعني خلاص حاسه ان المباراه انتهت، ماتش ستاتيك ماتش يعني واقف خالص، يعني بالظبط الماتش كان هادي جدا، لعيبه بايرن واحنا على فكره عايزه تدوس، واحنا وقتها قلنا يعني جمهور النادي الاهلي كان شايف نفس الرؤيه دي، ما كانش يعني وده مهم انك تعرف انا فين النهارده، يعني عارف ما كانش عندنا احساس ان احنا قادرين نعدي بايرن ميونخ زي ما احنا كان عندنا احساس ان احنا قادرين نعدي الريال. صحيح. صح ولا ايه؟ صح. يعني كانت الناس كلها مستنيه احنا نتغلب من بايرن وعادي جدا، لكن امبارح 90% من الجمهور كان مستني الاهلي يكسب ريال مدريد. صحيح. فالفرق كبير جدا. صحيح. طبعا ده بقى ماركه. هنا بقى ماركه. اسبانيا بقى. يقول لك بقى الاهلي enjoyed a very good spell in the later part of the first half and put together some nice passing moves. يعني بيقول لك انه ازاي النادي الاهلي برضه كان في اجزاء كبيره جدا واخر جزء من الشوط الاول كان قادر انه يعمل بعض الباصص الكويسه ويقدر ان هو يهدد مرمى ريال مدريد ويوصل لريال مدريد، وده اظهرته كمان حتى الاحصائيات. برضو هتلاقي حتى الصوره اللي بعدها نفس الكلام برضو انه الاسبانيش سايد ابيرد وي كواستنج افتر ذات بات الاهلي انثوزيازم ديدنت وين
كلامسي تشالنج فروم ذا اكواردو كامافينجا جيفت ذا ايجيبشن تيم ابينالتي عند علي معلول ستيب اب تو ميك ات 2-1. يعني بيقول لك هنا انه انه كان في اوقات صعبه عدت هنا يا سام نيرفي مومنتس فورورد از الاهلي بوجد. هنا بيتكلم بقى على انه ازاي انه كان الاهلي قريب من التعادل. كلمه مهمه كولايزر يعني انت متساوي معايا كولايزر هو يا. هو انا حاططها يعني كولايزر يعني هو جيفنج مدريد كان ند كان ند يعني هو يعني كلمه واضحه بالظبط جيفنج مدريد تعبر اكتر من كده. يعني النادي الاهلي راح بكره او كورتين ده كان هو هنا في السرد بتاع ماركا بتتكلم على تفاصيل المباراه هنا دي كانت بعد البنالتي اللي ضيعه مودريتش اللي اتصدى ليه نجمنا طبعا محمد الشناوي. هنا بقى النادي الاهلي ظهر وراح بكوره واثنين وبدا يهدد. طب انا عايز اقف مع